بالنسبه لهذا الموضوع ديالنا والتخص الجامع الفناوي هي القلب النابض ماشي لمراكش، المغرب كله، ان العالم كله كيعرف بصحة جامع الفنا، يعني من اشهر الساحات في جامع الفنا. كاينه الساحات الحمراء في موسكو، الساحه جامع الفنا حنا عندنا في مراكش، هذو هما الساحات اللي معروفين في العالم. يعني هذه الساحه اللي هي بها معروف مراكش بها، كنجيو كنلقاو العديد من المشاكل، ومنهم هذا المشكل اللي تعدى هذيك المشاكل تاع نصب على السياحه او ضرب هذا او ضرب، يعني مشكل تشكل خطوره باش انك تجي تلقى الاسلاك الكهربائيه مليوحه وسط الماء وسط وسط. يعني غدا غنسمعوا ولا غدا غنسمعوا شي وفيات وسبقوا وقعوا حوادث بحال الحادثه اللي كانت وقعت مثلا بسيدي يوسف وفات بحال هكا بسلك خارج، ما باقي عندنا شكون المسؤول، مره هو نائب العمده المسؤول جاي يزوره، مره لا ماشي هو، تضارب البيانات، جمعيات كتقول هذا شي تشرق شي تغرب، ما باقيش تنعرفوا شكون المسؤول. يعني مثلا هاد الفضاعه اللي شفنا دابا في جامع الفناء، الا وقعت كارثه لا قدر الله بنا تحديد المسؤوليات من دابا، باش ماشي حتى الغدا عاد يخرجوا علينا شي وحدين تيقول لك لا راه السوبر وزير، تيقول لك السوبر عمده، حنا عندنا كل شيء هنا سوبر في هذه المدينه تبارك الله، ما عرفناش اش عندنا فيها، نعرفوا شكون المسؤول. واش واحد الساحه اللي هي مصنفه من طرف اليونسكو واللي كيجيو لها جميع مشاهير الكره الارضيه، يعني الناس اللي يقاموا لهم ويوقعات في العالم كيجيو لهذه الساحه هذه باش نلقاو فيها هذه الكوارث. هذا راه مصيبه، وخصنا من دابا تحديد المسؤوليات، واش المجلس الجماعي، واش مجلس المدينه، واش شي عاصمه الانوار ولا حضره الانوار ولا مع الاسماء كثروا عندنا، ما باقيش تنعرفوا هادي من هادي، وما خصنا نعرفوا المسؤوليات. يعني بدا دابا تحديد المسؤوليه لو وقعت الكارثه منظره، يعني كيبقى المطلب ديالنا من دابا هو من دابا نعرفوا شكون المسؤول. يعني من دابا تخرج يا اما لجنه مختلطه، يا اما واش رئيس مجلس المدينه، واش عمده، واش الوالي، واش العامل، واش السلطه المحليه، واش شكون اللي مسؤول. بغينا نشوفوه دابا يدير لنا زياره لهاد الكوارث باش غدا ولا غدا لو وقعت شي كارثه نعرفوا شكون اللي مسؤول، ونعرفوا شكون اللي غنطالبوه بالمسؤوليه الجنائيه، لان هادي راه فيها مسؤوليه جنائيه، راه تتعلق بحياه بشريه، يعني راه فيها مسؤوليه جنائيه. يعني هذه الكارثه هذه اكثر من الكوارث الاخرى اللي تيوقعوا في جامع فنا وفي المدينه السياحيه بصفه عامه، بنصب على السياح، التاكسي ما يخدمش الكونتور، مطاعم كتسد ولا كتجي للجنه كتلقى فيها لحوم غير صالحه للاكل، هذه الكارثه هذه اكثر منهم، لان تيبان التاثير ديالها في المباشر في البلاصه.